مجمل ما تحدث عنه سيادة الرئيس ظهر في الإعلان الختامي بالأمس في 83 نقطة تحدث عنهم السيد الرئيس، وكان حريص دايما في كلمته على وضع الجميع أمام التحديات، على وضع الجميع أمام مسؤولياته، أن يوضح التحديات وأيضا يضع حلول لهذه التحديات اللي بيتعرض ليها العالم كله في هذه الفترة. هل الهدف من ده هو ضرورة العمل على التوازن ما بين كافة الأطراف لتحقيق التنمية الحقيقية؟ الحقيقة دايما كلمات الرئيس بتبقى معبرة عن الرأي العام العالمي، باعتبار أن الدولة المصرية تمتلك دبلوماسية عالية ولديها فهم واضح لكل المشاكل الدولية، وأيضا ليست ضيفا ولكنها تقدم حلول. العالم النهاردة بيواجه مشاكل كثيرة جدا، العالم المتقدم بيحقق تنمية، العالم غير المتقدم هناك صعوبة في تحقيق التنمية، هناك مشاكل كبيرة جدا بتقابل العالم غير المتقدم والاقتصادات الناشئة، وعليه فلا يمكن أن يتحقق النمو في العالم إلا إذا تم معالجة مشاكل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. ومن هنا كان فلسفة كلمة فخامة الرئيس وفلسفة كلمة مصر. هناك مشاكل، أول مشكلة بتواجه العالم النامي هو الديون. مشكلة الديون الحقيقة أصبحت مشكلة كبيرة جدا في الاقتصادات الناشئة والعالم النامي، وهذه الديون للدول المتقدمة، وعليه أن يتم لابد أن يتم معالجة هذه الديون حتى تنطلق الاقتصاديات الناشئة وحتى تنطلق الاقتصاديات النامية. النقطة الثانية الحقيقة المناخ. المناخ النهاردة الدول النامية بتدفع فواتير المناخ رغم أنها لا تساهم فيه. الذي أساء المناخ والذي دمر المناخ والذي وضع العالم في مشاكل كبيرة جدا بالنسبة للمناخ هي الدول المتقدمة، وعليه فيجب أن تكون الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها وتقوم أولا بالالتزام بمواثيق المناخ والسياسات التي خرج بها مؤتمر المناخ، وأيضا الالتزامات المالية التي يجب أن يدفعها هؤلاء الناس. القضية الثالثة الحقيقة هو قضية التصنيع، بمعنى أن العالم النامي النهاردة لديه قدرة على التصنيع، عنده موارد طبيعية، وكان دائما العالم المتقدم يستنزف هذه الموارد وبيأخذها عنه ويحولها تاني ويرجعها إلى صناعات كبيرة ومتقدمة. وعليه فإن في هذه الحالة لابد أن تعالج مشكلة التصنيع، وأن تكون الدول النامية والاقتصادات الناشئة وأفريقيا يجب أن يكون فيها توطين صناعات كبيرة وقوية حتى يمكن أن تعالج هذه المشاكل. صحيح، وأن الموارد تخرج منها فندم كمدخلات صناعة على الأقل، يعني إن لم يعني تكن مثلا منتج صناعي نهائي كمدخل الصناعة. يعني في هذه الحالة يعني سواء إما بتوطين الصناعة بأنها تكون مدخلات صناعة أو توطين صناعات بحيث تكون منتجات نهائية تقدر تكون موجودة. الأمر الرابع وهو قبول صادرات الدول النامية، بمعنى أن الدول النامية أيضا صادراتها الصناعية تعاني من مشاكل باعتبار هناك مشاكل الإدارة والجودة وتكنولوجيا وغير ذلك.